يتوه في الظروف. بإيدينا نمسح دمعنا، نرمي الهموم ورا ظهرنا، نقدر نحقق حلمنا. أحلى مواطن عيش كل يوم، ورمي الفشل دايما بعيد. حب الحياة خلي الأمل جواك يزيد. الخير رسالة ربنا وأمركم يهمنا، نقدر نحقق حلمنا. أحلى مواطن حالفي تملي نكون معاك رغم الظروف، ونكون سند وقت الخطر من أي خوف. جايين نساعد أهلنا وهمهم بقى همنا، لازم نحقق حلمنا. أحلى مواطن أحلى مواطن. يا مساء الخير، يا مساء السعادة، يا مساء تحقيق الأحلام. حلقة السبت دايما متعودين معايا بحاول أخلي دمها خفيف شوية، بنطلع متأخرين طول اليوم عايشين أحداث وأخبار، فأحلام مواطن بنحاول دايما نخليها حلقة بطعم مختلف. آخر حلقة في آخر سبت قبل شهر رمضان الكريم اللي إن شاء الله هنكون متواجدين معاكم فيه يوميا من السبت للأربعاء في مواعيد هعلنها يوم الأربعاء الجاي في آخر حلقة برضو كيوم أربعاء لبرنامجنا، لأن إحنا جايين بشكل جديد ودعم جديد وخير كبير وكتير مع البرنامج ومؤسسة سقيا الماء، هتشوفوه على مدار شهر رمضان كله. ربنا يا رب يجعله شهر خير دايما، وإن شاء الله نعيش فيه أجواء أفضل شوية من اللي إحنا بنعيشها. في البداية زي ما انتم عارفين معايا اهم العناوين اللي احنا بنتكلم فيها من برنامجنا، ولكن يوم السبت بما انه بيبقى الوقت الهواء بتاعنا بنطلع متأخرين، فمش عاوز بقى اعيد عليكم اخبار انتم عايشينها طول اليوم، فنحاول بس ننتقي اهم العناوين اللي احنا بنشتغل عليها من خلال برنامجنا، لان النهاردة انا جايب فقرتين مختلفين جدا فيهم الدعم، كل الدعم للناس اللي بعتولنا على صفحة البرنامج، خصوصا ان انت بتأكد وبتقول لي دايما ان انت بقى احلام مواطن وبتعبر عن المواطن، فشيء طبيعي جدا المرضى اللي محتاجين دعم ونصائح طبية يبقى لهم دور في هذا البرنامج. زي ما شفتوا معانا السبت الماضي بنأكد دايما ان هذا السبت برضو مكمل في هذا الملف، ولكن بشكل مختلف هقول لكم عليه بعد لحظات سريعة. اتكلمنا وقلنا ان في فرق بين العالقين وما بين اللي عندهم اقامه في بعض الدول سواء كانت عربيه او اوروبيه. النهارده كان في خبر مهم جدا يا جماعه، وصول 216 مصري من العالقين بكندا لفندق الحجر الصحي بمرسى علم، وطبعا كان سياده المحافظ موجود بيستقبلهم، ودي طبعا كانت امور مطمئنه جدا، لان هذا الملف زي ما انتم شايفين معايا الصوره ناس كتير كانت بتعلق وبتقول ملف العالقين في كل البلدان سواء كانت اوروبيه او عربيه يا ترى الدوله هتتعامل معاه ازاي. طبعا زي ما انتم شايفين معايا اجراءات الكشف اثناء الوصول والتعامل قبل ما يوصلوا لفندق الخاص بالحجر الصحي بمرسى علم، امور مهمه جدا كان لازم ناكدها معاكم بالصوت والصوره، ومجهود يحسب تماما لمحافظ البحر الاحمر. زي ما انتم شايفين معايا يا جماعه كانت جزئيه مهمه جدا نطمن الناس ان شاء الله تباعا كل العالقين هيبقوا موجودين، والفرق بين العالق واللي عاوز يرجع لو ليك إقامة أو رايح بعمل ومتواجد هناك أنت لست بعالق. العالق ده اللي كان رايح في ترباية بقى أو بيزنس أو إقامة سياحة وخلص وقته هناك أو بيبقى منحة أو دراسة أو وخلص كل هذا الكلام وكان محتاج يرجع قبل ما تحصل ظروف كورونا. دايما الدولة المصرية ما بتنساش أبنائها زي ما أنتوا شايفين معايا. ده الجزء الأول اللي كنت حابب أطمنكم بيه، زي ما أنتوا شايفين معايا الصور ووصول الناس بالشكل اللائق، الإجراءات الوقائية مهمة جدا. النهاردة رقم كبير جدا في نسبة الإصابات، مش عايزين نخوف الناس، ولكن يا جماعة خلينا دايما نقول ان احنا برضو هنشتغل وبرضو هتبقى ماشية الامور بعقل طبقا للضوابط، ولكن عاوز الناس تبقى مخلية بالها جدا الفترة اللي جاية دي. شفتوا دايما الدولة بتبقى حريصة قد ايه، يوم الاثنين اغلاق كامل وشامل لكل المنافذ والكورنيش بقى في كل المحافظات علشان نبقى مخليين بالنا، يوم مهم جدا، وواضح كما هي العادة ان هو اسبوع مهم. ربنا يا رب يسترها علينا ويعديها على خير. مش عاوز افضل بقى احذر واخوف واتكلم الكلام ده كتير عشان احنا هنا قلناه كتير، ولكن النهارده احنا تعودنا انت اصبح عندك من الوعي اللي يخليك مخلي بالك، اصبح عندك من الوعي اللي يخليك تبقى انت مطمن ومتاكد لما تلتزم وتعمل اللي عليك ونتحمل شويه. خدوا بالكم نتحمل دي هي طالت، وبعض الناس ممكن تكون بتسمعي دلوقتي يقول لك انا زهقت تحمل، انت بتتكلم في ايه الموضوع طال، ولكن امام هذا التحمل حياتك. هتجازف بايه؟ هتختار ايه؟ هو ده السؤال. النهارده كمان من ضمن الامور الايجابيه اللي كنت حابب اقول لكم عليها بعد موضوع عوده العالقين
زي ما قلت لكم في مرسى علم، المهندس طارق الملا وزير البترول. النهارده كان في جوله لوزير البترول تفقد فيها عدد من المشروعات مشروعات التكرير بمحافظه اسكندريه. طبعا دي برضو صور لجوله معالي الوزير، هو بداها بمعمل شركه اسكندريه للبترول والشركه الوطنيه للتكرير والبتروكيماويات، وطبعا استعرض بقى برامج التشغيل والوحدات الانتاجيه وتامين بيئه العمل وامور احترازيه مهمه جدا، وجوله ايجابيه بياكد بيها وزير البترول ان هو في وسط ابنائه في هذا الوقت الحساس، لان زي ما اتفقنا مش هنفضل كلنا قاعدين فقط خايفين من كورونا والدنيا مش هتقف على رجليها، كل القطاعات لازم تشتغل، فلازم يبقى الامور مهم جدا في هذه الجوله. تحيه تقدير واحترام للمهندس طارق الملا وزير البترول ان هو حريص على ابنائه ووجوده في وسطهم ومعاهم في كل المحافظات زي ما انتم شايفين معايا من خلال هذا التقرير، لان دايما العمل لازم يستمر حتى في اصعب الظروف اللي احنا فيها، ولكن بالضوابط المنطقيه المعمول بيها طبقا لظروف كورونا. طيب ايه تاني؟ شفتوا معايا واتكلمنا في ان عمل الخير ودعم الخير بقى ومبادرات الخير، وقلنا رجال الاعمال. عاوز اقول بس حاجه سريعه كده حصلت برضو من امبارح، تحيه تقدير واحترام لهشام طلعت، مجموعه هشام طلعت مصطفى، اتبرعت ب 62 مليون جنيه لمواجهه كورونا. لازم اقول له شكرا، تحيه تقدير واحترام، لان هو ده الوقت فعلا اللي لازم كلنا نبقى واقفين فيه جنب بعض. الجزء الثاني من الحلقه جولات الخير، عاوز اقول لكم ان جولات الاسبوع ده لسوق يلام احلام مواطن في محافظه اسيوط فيها مفاجات هعلن عنها تباعا، ومعانا كمان مفاجاه من هنا هقولها في الجزء الثاني اللي هستقبل فيه الدكتور احمد صبري. ولكن زي ما قلت لك عشان انت تعبر عن الناس بشكل جيد جدا، بعتوا لنا ناس كتير جدا بقى في مرضى الجهاز الهضمي والكبد والناس دي، يا ترى هم كمان بما انهم بيقولوا ان كورونا ممكن بيروح على المناعه، طب احنا ايه موقفنا من المناعه؟ طب هل احنا من احتمالات الاصابه بتاعتنا اشد؟ عاوزين نطمن يا استاذ هاني واحلام مواطن ونتكلم في الموضوع ده بتوسع. هطلع فاصل سريع استقبل بعديه الدكتور هشام الخياط، استاذ الكبد والجهاز الهضمي بكليه الطب القصر العيني ومعهد تيدور بالهرس للابحاث، عشان اتكلم معاه واطمن اهالينا اللي بعتوا لنا الجزئيه دي من الرسائل، واسالهم بشكل مباشر جدا عشان يطمنوا، لان الناس دي ليهم حق علينا. خد بالك المريض ده واللي تعبان ومستني كلمه تطمنه اكتر حد بيهتم بالنوعيه دي من الاسئله، عشان كفايه الخوف اللي كلنا عايشينه، هم كمان من حقهم يطمنوا. اطلع فاصل سريع واستقبل بعديه الدكتور هشام الخياط، والجزء الثاني هيبقى معانا مفاجآت كتير لسوكيا الماء. ادعوكم محدش يتحرك. زي ما انتم كنتوا متعودين والامثال بتاعتنا الجميله يقول لك الصحه تاج فوق رؤوس الاصحاء لا يراه الا المرضى، كلنا دلوقتي والكره الارضيه كلها عرفت قيمه الطب والاطباء، الدكاتره اللي في يوم من الايام كانوا محتاجين وعبروا ان قد ايه اهميتهم في المجتمع، الواقع كله فرضها دلوقتي زي ما انتم شايفين. الدوله كلها بدات بذري في اجراءات الوقايه، تاخد بالها من حملات مكثفه سريعه. اتكلمنا في البرنامج ده على حمله صحتك قوتك، كانت شركه استرازينيكا بالتعاون مع وزاره الصحه داعمه لهذه الحمله، تفاصيل كتير عنها، والاهم من كده كمان مرضى الجهاز الهضمي والكبد يا ترى ايه الاجواء دلوقتي في الظروف دي، وبياخدوا ادويه وعايشين على ظروف صحيه معينه، كان مهم جدا ان احنا دايما نطمنهم من خلال برنامجنا، وهو ده اللي انا كنت حريص عليه النهارده. خلوني على طول برحب اللي بيشرفني النهارده وعلى المستوى الشخصي سعيد بوجودي معاه، الدكتور هشام الخياط استاذ الكبد والجهاز الهضمي بكليه طب قصر العيني ومعهد تيدور بالهرس للابحاث. برحب بك يا دكتور هشام ومنورنا. اهلا بيك واهلا بكل الساده المشاهدين. شرف لنا وجودك معانا النهارده يا دكتور. اللغه الانسانيه هي اللي هتدعو على الحوار دوت، بنجهز دايما سكريبت بنتكلم من القلب عشان الكلام ده بيوصل للناس بسهوله، ولكن دايما في بدايه كلامي قلت ان الدوله خدت حملات كتير توعيه للناس، من ضمنها حمله صحتك قوتك مع بالتعاون مع الشركه، عنوان عريض اخده من الدكتور هشام بخصوص هذه. هو الحقيقه دي مبادره رائعه، صحتك قوتك الهدف الاساسي منها توعيه المواطنين بحاجتين، كيفية العدوى بفيروس كورونا وكيفية الوقاية من فيروس كورونا، وانت عارف في حاجات مغلوطة كتيرة جدا، فهناك دي مبادرة الهدف منها تصحيح كمان مفاهيم الخاطئة عن الفيروس كورونا، وهي كثيرة. كانت كتيرة يا دكتور، مش فاكر ازاي بس تقي نفسك كمان الكلام اللي اتقال كتير افهمه الصح ايه بقى. وبالاضافة كمان لتدريب الاطباء على كيفية التعامل مع مرضى فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه، واعطاء وزارة الصحة الكواشف، لان انت عارف حضرتك اهم حاجه الحقيقه وده اللي انا نفسي فيه ان شاء الله مصر، يبقى عندنا عدد كواشف كتير نشوف اعداد اكبر،
يعني المخالطين لمرضى فيروس كورونا اللي هم ما عندهمش اعراض لابد يتعمل لهم، ما بيتعملهمش دلوقتي. فده مهم قوي. ليه؟ لان انت زي ما انت شايف مثلا في امريكا الاعداد كل يوم بال 30,000 تزايد مهول. ليه؟ لانهم هم وسبقهم فيها كوريا الجنوبيه على فكره، والمانيا بتعمل كده، هم بيعملوا كشف. يعني امريكا لغايه النهارده عامله فوق ال 3 مليون ونص. 3 مليون ونص، يعني اصبح معنى كلام حضرتك ان انا عشان عندي امكانيه الكشف المبكر بقدر اوصل للرقم بدقه. ده مش بس كده، واعزل الناس دول عشان المخالطين ما نزيدش تاني، ما نزيدش. طب الكواشف دي يا دكتور بتبقى من خلال الجهات الرسميه ولا دي ممكن تبقى متوفره بشكل يعني؟ احنا ما بنصنعهاش الحقيقه، بنستوردها من بره، جبنا شويه من الصين، في طبعا بلاد الدول الاوروبيه، ايطاليا والمانيا وانجلترا، طبعا في امريكا، امريكا محتكره الكواشف دي طبعا ليها، لان زي ما اقول لحضرتك احنا عملنا بنعمل 30. المده الزمنيه للكواشف دي يا دكتور هشام بتبقى بتفترق من جهاز للتاني ولا هو ستاندرد؟ هو في نوعين من التحاليل لفيروس كورونا، تحليل اللي هو السريع اللي هو بنسميه الرابيد تيست، اللي هو الاي جي ام، اللي هو بيدل على وجود الفيروس في الحال، وده بياخد نص من 20 دقيقه ل 30 دقيقه بالكتير. وفي البي سي ار اللي بيطلع في خلال اليوم، ده اللي بيقول لي الفيروس موجود في الدم ولا لا، او في الـ في الـ في الـ في الـ في جوه في الحنجره او في الملعوم او كده. الحاجات دي مهمه جدا، لان هو ده اللي بيخلينا يعني كوريا الجنوبيه النهارده قلت الحالات جدا. ليه؟ لانه عملوا طريقه غير اللي عملتها الصين. الصين عملت اجراءات احترازيه صارمه اللي احنا بنحاول نعملها دلوقتي، لكن الكوريا الجنوبيه والمانيا وامريكا دلوقتي بتعمل مسح شديد، زي ما احنا عملنا مسح اكثر شده ودقه يا دكتور. زي ما عملنا مسح الفيروس سي. احنا دوسنا الموضوع ده بشكل هو ده. فاحنا لما يبقى في كواشف كتير عندنا ده اللي هيبقى يتم. ولحد ما صحتك قوتك حققت ولو جزء بسيط حتى على اسلوب التوعيه بتساعد. يعني نوعد ان الحملات دايما بتبقى ايجابيه بالتنسيق مع الشركات المعنيه والوزاره. حمله ايجابيه جدا الحقيقه. هايل. اخش معاك في صلب الاسئله اللي جات لنا يا دكتور، وانا قلت زي ما قلت في البدايه كده بنتكلم من القلب. الناس بيعطوا لنا على صفحه البرنامج، طب انا مريض كبد دلوقتي، طب انا عندي تليف، طب انا عندي مشاكل في القولون، في الجهاز الهضمي. الجزئيه دي يا دكتور حابب اطمنهم من خلالك عشان يتصور برضه ان هو مش حد بادئ ضعيف قوي فاحتمالات الاصابه دايما شديده عليه. عنوان كده وتطمن الناس منه يا دكتور. نمسك مرضى الكبد. مرضى الكبد في المقام الاول الناس اللي عندها التهابات مزمنه في الكبد او عندها دهون بس ما عندهاش سكر، دول بيعاملوا معامله الانسان العادي. جميل. الوقايه العاديه. لكن لو في عنده واحد عنده سكر وده موجود، في سكر كبدي وفي سكر كمان مصاحب لمرضى دهون الكبد، دول انت معروف ان مرضى السكر بوجع عام المناعه بتاعتهم بتبقى قليله. مظبوط. فمن ثم دول نخلي بالنا منهم جدا ويخلي بالهم من نفسهم، ما ينزلوش غير في الضروره القصوى القصوى، ولازم لما ينزل ينزل بالمسقاط. التباعد الجسدي، ما بحبش كلمه تباعد اجتماعي، التباعد الجسدي اللي هو على طول متر ونص بينك وبينه، ده مهم جدا. ايه المرضى التاني بتوع الكبد اللي انا بخاف عليهم؟ مرضى الالتهاب المناعي اللي بياخدوا ادويه تثبط المناعه، دول بياخدوا كورتيزون وبياخدوا ادويه. هو بيبقى عارف يا دكتور انت بتشرح له انت بتاخد علاج كذا، فخلي بالك انت من الفئه دي. يعني برضه في ناس ممكن تاخد علاج بس ما يبقاش عارف هو من الفئه اللي حضرتك بتشرحها دي ولا لا، فاشرحها لنا دي يا دكتور. في مرضى من مرضى الكبد عندهم التهاب مناعي، دول بياخدوا ادويه بتقلل المناعه علشان الكبد يتحسن وظائفه، يعني بتقلل المناعه لان عندهم مناعه شديده بتهاجم الكبد. المرضى دول بوجه عام مهم جدا ان هم يحافظوا على صحتهم، ما ينزلوش غير في الضروره القصوى، يهتموا جدا بالماسك لو نزلوا، غسل الايدين بالميه والصابون، معاهم ازازه الكحول بتاعهم. الجوانتيات على فكره استخدامها العشوائي ده ممكن هي اللي تصيبك بالعدوى، لان انا بشوف ناس لابسه الجوانتي 24 ساعه فاكر ان كده بيحميها المهم ما لو ايدك بتلبس الجوانتي مره واحده يا دكتور، مره واحده، وتخلي بالك ليها طريقه في القلع. طب في ناس كان بيختلف في موضوع الكمامه برضه، هل مره واحده الكمامه بتتغير ولا لو انت بس بتستخدمها بتتشال بطريقه معينه؟ الكمامه دي مهمه قوي حضرتك، لازم الكمامه ما تزيدش عن 3 4 ساعات، بعد كده بتفقد ملهاش دور، ما تبقاش ليها دور خالص، عشان ده مهم. يبقى احنا قلنا المرضى بتوع الكبد اللي عندهم سكر، المرضى الكبد اللي عندهم التهاب مناعي، التليف الكبدي، التليف الكبدي وخاصه الغير متكافئ اللي معاهم استسقاء او معاهم اشد شويه ده اشد. المرضى دول بنخاف عليهم جدا لان مناعتهم قليله، كرات الدم البيضاء بتاعتهم قليله، فبالتالي تبع مناعتهم قليله، دول بنخاف عليهم جدا جدا جدا. وان كان المرضى دول ليهم متابعات مع الطبيب لازم يعملوها، بس برضو التباعد الجسدي وحط الماسك، لان احنا مش عايزين نفقد المرضى دول
مش عن طريق قرون نجيلهم مضاعفات، فدول مهمين جدا ان احنا طيب ناخد بالنا. لو عكست السؤال يا دكتور هشام، فضل. اللي اصيبوا بكورونا وربنا شفاهم والحمد لله عندنا عدد حالات كويس بالنسبه لاحصائيات مصر دلوقتي اللي هو تم الاصابه تمام. وبعد كده تم الشفاء منه، هل دول بيبقى في اي تاثير على الكبد او اي حاجه في هو من المعروف ان مرضى كورونا بيصيب المرض بتاع كورونا، كورونا ده الهدف الرئيسي بتاعه الرئه تمام. لكن ساعات بيصيب الجهاز الهضمي ويعمل اسهال، بيرفع انزيمات الكبد في بعض الاحيان، بس بعد ما يتم الشفاء كل حاجه بترجع على المنظومه. يعني مفيش اثار جانبيه لادويه كورونا على الجزئيه دي؟ لا انا بتكلم على المرض، ادويه كورونا بقى نرجع تاني. دلوقتي احنا عندنا بروتوكولات ادويه كتيره جدا، لغايه دلوقتي مفيش بروتوكول مجدي 100% وما عندناش دراسات كافيه لغايه النهارده، ما عندناش ابحاث بتقول ان البروتوكول ده احسن من البروتوكول ده، احنا عارفين ادويه، من ضمن الادويه اللي احنا اللي بتتاخد في ادويه مضادات حيويه، ويمكن زيثروميسين وده اسم علمي مع الهيدروكسيكلوروكوين. الزيثروميسين لو اتاخد بدون اشراف طبي يعني ما حدش ياخده، يعني سمعنا ان بعض الناس بتروح الصيدليات تاخد الادويه دي كوقايه، ده اكبر خطا، حتى كعلاج لازم يبقى تحت اشراف طبي. ليه؟ لانه الادويه والمضادات الحيويه دي بتفقدك حاجه مهمه جدا، في بكتيريا نافعه في القولون والامعاء، البكتيريا النافعه دي مهمه جدا، التوازن البيئي زي عارف حضرتك زي ما يبقى في حيوان بيتغذى على حيوان تاني وحيوان تاني بيتغذى على حيوان تاني، التوازن وكذا. البيئي. طب على ذكر كلمه التوازن، هل الدكاتره بيبقوا واخدين في الاعتبار حملات الادويه لمرضى الكبد في اثناء وجودنا في الفتره اللي كنا بنعيشها دي، هل الدكتور بياخد في الاعتبار تقليل او تكثيف لجرعه معينه للمريض ايا كانت حالته، سواء بقى في التليف او في الكبد او في الجهاز الهضمي، بياخد ده في الاعتبار بحيث ان نعدي المرحله دي عشان ما نقلش من مناعته، ولا برضه الكورس بيبقى ماشي في طريقه؟ لا هو مهم قوي الادويه بتاعت الكبد بوجه عام فيما عدا التهابات المناعيه اللي بناخد منها كورتيزون وحاجه اسمها ازاثايبرين اللي هو الاميوران، الادويه غالبا ادويه الكبد كلها ما بتقللش المناعه، المرض ذات نفسه بيقلل مناعه في حالات معينه اللي هي التليف والتليف الغير متكافئ، لكن المرضى اللي عندهم التهاب مناعي وبياخدوا كورتيزون هم دول اللي احنا بنقلق عليهم جدا. دلوقتي الجمعيه الاوروبيه للكبد والجمعيه الامريكيه للكبد قالت لا ما ينفعش نخفض لهم الجرعه، خلي بال حضرتك ان احنا بين يعني كفايه راحتين يا اما احنا خايفين عليهم من الاصابه بالكورونا. طيب ما هو علشان الاصابه بالكورونا ناخد احتياطاتنا، الماسك والغسيل الايد والتباعد الجسدي وما نخرجش غير في الضروره القصوى، لكن لو قللنا الجرعه بتاعه الكورتيزون ممكن الالتهاب المناعي يسيطر على الكبد اكتر ويعمل مشاكل اكتر. فدلوقتي كل الجمعيات الاوروبيه او الامريكيه قالت انه يستحسن ما تخفضش الجرعه، لكن تخلي بالك من مريضك وتقول له الاجراءات الوقائيه للحد من طيب على ذكر الاجراءات الوقائيه، نصايح الدكتور هشام الخياط في عناوين بسيطه كده للراجل البسيط، انت عارف ان برضه اغلب مرضى تليف الكبد يعني في الاقاليم والمحافظات والصعيد ناس بسيطه برضه، ربنا يعفي يا رب كل الناس يا رب. في عناوين عريضه بسيطه كده من الدكتور هشام، نصايحك ليهم وهو عايش يومه تقول له يا دكتور؟ اهم حاجه ان هو ستي ات هوم، يعني اقعد في بيتك، اقعد في بيتك الا الضروره القصوى، والضروره القصوى دول حاله من الاثنين، يا نازل علشان هو رايح لدكتوره لسبب معين حصل له مضاعفه معينه، او بيتابع لحاجه معينه، لان انت عارف مريض التليف ده لازم يتابع بالموجات الصوتيه وتحاليل معينه، يعملها بس بشرط ان هو لما ينزل يحط ماسك، التباعد الجسدي، ما يروحش حته زحمه، لو نازل يجيب ياخد معاشه عن طريق المكن اللي هو الاي تي ام، يا ريت يعقم المكنه قبل ما يضغط على، وبرده يغسل ايديه يغسل مش يطهر بالكحول، ده مهم قوي الكلام. طيب بلغه الارقام يا دكتور، كان قالوا في الاول مرضى الكانسر ربنا رب يعفي كل الناس اللي عندهم سكر اللي عندهم ضغط، بلغه الارقام كده من خلال متابعه حضرتك الاحصائيات النهارده عدينا 3000 وشويه وربنا يستر. 3032 هل بينهم كده مرضى الكبد والجهاز الهضمي فئه ولا اقل شويه من الامراض الاخرى يعني؟ لا بص حضرتك، احنا دول بينضموا زي ما قلت لحضرتك، يعني مرضى سرطان الكبد مثلا ده بينضم للسرطان العادي المجموعه كلها اللي هم الامراض المزمنه، الامراض المزمنه اللي هي ايه؟ الضغط والسكر والحساسيه بتاعت الرئه والالتهاب الشعبي المتكرر وتمدد الحصلات الهوائيه مع مرضى الكبد والتليف الكبدي مع الناس اللي بتاخد مثبطات، الناس اللي عندها سرطان، كل المجموعه دي الفئات الخاصه
اللي بنسميها فئات خاصة، هم دول اللي محتاجين نركز عليهم ونقول لهم يا جماعة أهم حاجة إن أنتم ما تنزلوش من بيتكم إلا في الضرورة القصوى. نمرة اتنين، نقلل من نخلي بالنا من التباعد الاجتماعي أو التباعد الجسدي، ده مهم جدا. المسقات مهمة جدا، غسيل مية والصابون على طول، الكحول على طول معانا. أهم حاجة إحنا ما نقلبش للبيت لقهوة، لأن في ناس كتير قوي بيقول لك طيب ما أنا مش هنزل، لجينا أجيب العيلة وعيلة العيلة. ممكن واحد ما يكونش عنده أعراض واحنا مش مختبرين ومش عاملين الاختبار، يعني تجمعات بقى رمضان والعزومات والجو ده بقى اكيد ده الناس من حاله الزهق اللي هم قاعدين فيها بقالهم فتره اكيد ده هيحصل. انا سعيد جدا بحكايه شم النسيم دي، ان المواصلات قفلت لان الناس هتتجمع ويجمع. في واحد ما يبقاش ما يظهرش عليه الاعراض، تخلي بال حضرتك 50% من الناس ما بيظهرش عليها الاعراض، 30% يعني بنوصل ل 80% اعراض بسيطه جدا. الناس دي ممكن تروح لواحد مش بس مش لازم يكون مسن، عنده امراض تخليه مناعته قليله زي ما قلنا التليف الكبدي او الناس اللي بتاخد مثبطات مناعه وعنده سرطان كبد، تعديه العدوى هنا هتكون قاتله. طبعا الوقت مع سيادتك بيعدي بسرعه وبنحتاج وقت اطول مع الدكتور هشام الخياط يا جماعه، ولكن في دقيقه اخيره يا دكتور هقول لسيادتك كده اسماء، اقول لهم رساله الدكتور هشام ليهم في كلمه واحده. أوكي. رساله الدكتور هشام لوزاره الصحه تقول لهم ايه؟ وزاره الصحه انا بقول المجهود اللي اتعمل رائع، لكن احنا محتاجين حاجه مهمه قوي، لازم نزود السكريننج الكواشف، وخاصة للمخالطين اللي ما عندهمش أعراض. رسالة الدكتور هشام للطبيب المصري. الطبيب المصري تعظيم سلام للطبيب المصري، الجيش الأبيض اللي بيواجه عدو غير مرئي، تعظيم سلام، اثبتوا احنا بنسقف لكم، بنحييكم من كل قلوبنا، انتوا اثبتوا كفاءة عالية، شكرا لكم. رسالة الدكتور هشام لشركة أسترازينيكا وصحتك قوتك صاحبة المبادرة اللي احنا كنا بصددها في بداية كلامنا النهارده. هو الشركات المفروض شركات أدوية كلها بوجه عام المفروض النهارده دورها الرئيسي في زيادة الوعي، مساعدة وزارة الصحة، مساعدة الأطباء، هو ده الواجب بكل شركات أدوية. طبعا يعني دكتور هشام الخياط يا جماعة الكلام اللي من القلب محتاجش مجهود، واضح جدا حماسه وخوفه وتحيزه للدولة المصرية والجيش الأبيض زي ما انتوا سمعتوا معانا. صحتك قوتك حملة مهمة جدا لازم نكمل وراها الفترة اللي جاية مع كل ما هو إيجابي. دكتور هشام يعني أكيد على موعد مع لقاء تاني، الوقت عدى مع سيادتك بسرعة، أكيد الناس استفادت من كلام حضرتك، كل التقدير والاحترام لسيادتك يا دكتور هشام. شكرا. بشكر جدا الدكتور هشام الخياط أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بكلية طب قصر العيني ومعهد تيودور بالهرس للأبحاث، كلامه كان مهم جدا، نصايح غالية جدا. أكد كمان وطمن الناس اللي بعتوا لنا الرسائل يا ترى ايه موقفي مع التليف والكبد والجهاز الهضمي الى اخر هذه الاسئله اللي شفتوها، كنت حريص ان انا اجيبها النهارده مع الدكتور هشام. بالاضافه للتوعيه باكد امام حضراتكم على صحتك قوتك حمله لازم كلنا نبقى في ظهرها، لان الامور الايجابيه هو ده اللي بيبان فيه وقت الشدايد. هطلع فاصل سريع اشوف فيه تقرير وبعديه فاصل اعلاني، التقرير مهم جدا بناكد فيه من خلال احلام مواطن وسقيا الماء اللي بيتم وهيتم ومكملين معاه في شهر شعبان ورمضان والجولات بقى اللي قمنا بيها، واستقبل على طول الدكتور احمد صبري احد علماء الازهر، لان الكلام اللي جاي كلام مهم جدا، مش حابين دايما نتعبكم ونزهقكم ونخوفكم، ولكن هو قدرنا هنعمل ايه؟ هنكمل وان شاء الله هتعدي. فاصل سريع واكمل معاكم. رمضان أهلا مرحبا، رمضان فعلا النار، ربنا يقينا ويقيكم شر النار. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن إن احنا نعمل وقاية بيننا وبين النار، فقال في القرآن يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تخيلوا الآية دي مع صعوبة اللي فيها، وربنا بيقول لنا عن الملائكة اللي بتجرجر النار يوم القيامة، ويجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا اتقوا النار ولو بشق تمرة. تخيل سيدنا شيخ، تخيل شق يعني نص، خد النص ده وزنه ايه ده؟ ينجيني من عذاب الله؟ وزنه ايه ده؟ لا يساوي شيء ولا له اي قيمه.
ربنا بيقول لنا قوا انفسكم نارا، قوا يعني اعمل وقايه. فيجي سيدنا يقول لك الوقايه دي هي ايه؟ اعمل وقايه بينك وبين النار ولو انك تتصدق بنص التمره دي. سبحان الملك، سبحان الملك. طيب الخير ده كله ما شاء الله لا قوه الا بالله، لما احط الخير ده كله في كرتونه ووصلها للفقير، او في الظروف اللي احنا فيها، الظروف اللي بتحتم علينا، لازم نتكاتف مع بعض. خلي بالك الصدقه النهارده يا شيخ عزت غير الصدقه من شهر فات. نعم، انتشار الفيروس، فيروس كورونا، والناس اغلبهم ساب شغله، الصدقه اللي احنا بنوديها للفقير النهارده لحد باب بيته وهو معزز مكرم ثوابها مضاعف، لان عبادتك لربنا في ليله القدر غير عبادتك لربنا في خير تانية. خير من ألف شهر. عبادتك في ليله القدر خير من ألف شهر. نعم، فالصدقه في وقت الشده افضل من الصدقه في وقت الرخاء. بالظبط، كما فضل الله تبارك وتعالى الازمان بعضها على بعض. بالزبط. كفضل يوم الجمعه على سائر الايام، كفضل شهر رمضان على سائر الشهور. صحيح. كفضل صلاه السحر، صلاه قيام الليل عن سنن النار. نعم، وكفضل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على باقي الرسل صلى الله عليه وسلم. احسنت. تخيل بقى الصدقه دلوقتي وهمتكم معانا في ان الصدقه دلوقتي تنفع الفقير احسن من ذي قبل. طيب ما يلا نتعاون مع بعض حضرتك، وتعبي الكرتونه قدام الساده المشاهدين ونوريهم الكرتونه اللي رايحه في الفتره والزمن اللي احنا فيه، اللي هو محتاج فعلا عدد كبير من الكراتين دي نوصلها لعدد كبير من الفقراء اللي محتاجينها وهم في امس الحاجه لدعم حضراتكم. والله الذي لا اله الا هو، الكرتونه احنا حاطين فيها الحاجه هنحطها قدامكم. انا نفسي الكرتونه يبقى فيها الحاجه دي مضاعفه. احنا عاملين كم كرتونه يا شيخنا؟ احنا 20,000 دي الدفعه الاولى، 20,000 كرتونه. 20,000 كرتونه سقيا الماء وابن مسجد. لا. سقيا الماء وابن مسجد. صحيح. نعم، 20,000 كرتونه احنا محتاجين كمان قدهم. لا الى ان شاء الله. لا لا لا، مرتين الكره والعزب والنجوع اللي بنروحها في امس الحاجه لعدد كبير جدا يضاعف اضعاف اضعاف القيمه دي. احنا كنا هنوزع الحاجه دي امتى يا شيخنا؟ المفترض في رمضان هنوزعها قبل رمضان. المفترض في رمضان عشان الظروف اللي احنا اللي بنمر بيها. نعم، صدقت صدقت. ادي الرز، صدقت الرز ما شاء الله. طب سيدنا 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 سؤال بس سيدنا، فضلا منك، هل يجوز ان احنا نطلع اموال الزكاه دلوقتي حاليا قبل شهر رمضان؟ زكاه المال يجوز، ودلوقتي ده انا بنادي في المستمع وبقول له طلع زكاتك النهارده، النهارده لاشتداد حاجه الناس. نعم، للمأكل والمشرب. الناس عندها رغبة في زيادة الأجر في رمضان، على اعتبار أن رمضان شهر من الشهور الكريمة اللي فيها الأجر مضاعف، الحسنة لا ب 700. بس خلي بالك، استنى. الثواب مرتبط بالحاجة مش بالوقت دلوقتي. بالحاجة. مرتبط بالحاجة. صدقت. واحد عايز ياكل النهاردة. نعم، نعم. قول له استنى ما تاكلش لحد ما يجي. لا 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 لا، تمام تمام، أحسنت. لازم أطلع دلوقتي كل أصحاب المال والزكاة وحان زكاة مالهم في رمضان. نعم، طلعوها دلوقتي. نعم، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، سيدنا العباس عمه. نعم، وخد منه زكاة المال بتاعته مقدمة سنتين. ليه؟ ليه؟ لأن كان في المدينة وقت حاجة. للحاجة. للحاجة. فيبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلع زكاة المال مقدمة. صلى الله عليه وسلم. نعم، نعم، نعم. استعن بالله. احنا حطينا الرز اهو ما شاء الله. اتنين رز. استلم أربعة مكرونة ما شاء الله، أدي اتنين مكرونة اتحطوا هما، وأدي اتنين تاني، أدي كمان اتنين مكرونة، عدس، فاصوليا، لوبيا، كيسين ملح، كيسين سكر، اتنين شاي، بلح، تمر، أدي كيلو بلح، ثم السمنة، كيلو سمنة، وبعد ذلك الزيت. وأدي كيلو. اللهم تقبل يا رب. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. زي ما قال فضيلة الشيخ أحمد، النهاردة نضمنه ومعروف، بكرة لا يعلم مدى إلا الله سبحانه وتعالى، وربما الحسنة اللي بنحطها دلوقتي والأجر اللي بيتحط دلوقتي عند الله تبارك وتعالى، إن إحنا بنتعامل مع إله كريم يضاعف لمن يشاء. إحنا ما نضمنش، لما تنفق الحاجة في وقت الشدة لها مذاق خاص ولها طعم تاني خالص خالص لا يعلم إلا الخالق سبحانه وتعالى. رمضان أكلم مرحبا رمضان.
تحيه تقدير واحترام للشيخ عزت والاستاذه ميرفت عبده، مسؤولين مؤسسه ابن مسجد وسقيا الماء. اللي انتم بتشوفوه ده خير ممتد ومستمر في كل انواع الدعم لكل المحافظات. الاسبوع الجاي معايا مفاجاه هقولها في اخر الحلقه. خلوني على طول ارحب باللي بيشرفني معايا في الجزء الثاني من حلقه النهارده، الدكتور احمد صبري احد علماء الازهر الشريف. برحب بك يا دكتور ضيف دايما غالي علينا. حياكم الله، اهلا وسهلا. خلينا ابدا معاك بشكل مختلف، لان انا حريص دايما على الارض. لما انت بتشتغل للناس من قلبك، الدوله حاسه بمجهودك، بتقدم لك الدعم والشكر وبتقول لك انت حد حقيقي وبتساعدني وبتساعد الدوله في ظروف صعبه جدا، يا مؤسسة يا ناس يا كريمة. أنا معايا جواب شكر وتقدير رسمي موجه من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة إنا لمؤسسة سقيا الماء، معروض قدامنا دلوقتي يا دكتور. تفاصيله بتقول إيه يا دكتور؟ واسمح لي إن أنا أقرأ لسيادتك عشان لازم أخد تعليق حضرتك. نظرا للتعاون المشترك بين إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة والجمعيات الأهلية والتنسيق الدائم لتوفير خطوط مياه ووصلات مياه الشرب للمواطنين، فإن الشركة تتقدم بخالص الشكر لمؤسسة سقيا الماء على مجهودها في تركيب خطوط مياه للأماكن المحرومة بالمحافظة بطول، خد بالك بقى يا دكتور بقى اللي هو إيه، مش أي كلام بقى كده وعملنا حاجة وخلاص، بطول 5 كيلو متر 4 بوصة بمركز الوقف قرية الشيخ محمود خليل الحصري، وكيلو 800 متر مركز نجا حمادي نجا العريان قرية السلامية، و900 متر 6 بوصة بمركز الوقف قرية الشيخ محمود خليل الحصري، وتوصيل 170 وصلات مياه منزلية للأسرة الأكثر احتياجا بالمحافظة، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام وماضيين وخاتمين وبيقولوا لهم يا سقيا الماء. أنا موري الجو ومثبته أهو، الدولة بتقول وبتشكر رسمي لناس بتدعم حقيقي. تعليقك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خليني بس أشكر المشاهد الكريم، لأنه إحنا في أول ظهور لسقيا الماء ظهرنا في قناة المحور. تمام، كان طلت حضرتك كمان. أول ما طلينا على المشاهد كده كنت أنا اللي مكان حضرتك كده، كان معايا مجموعة علماء طيبين كده وربنا يحفظهم جميعا يا رب، وجهدهم معانا مشكور حتى اللحظة وبكرة والسنة اللي جاية ما شاء الله، لأنه احنا كلنا مجتمعين على الخير. أو كراسي مش هتفرق قوي يا دكتور، انت هنا صحيح ما احنا واحد يعني احنا واحد. اتفضل دكتور. انا انت وانت انا. طبعا طبعا. عايز اقول مشاهد، احنا ما بنشتغلش ما بنغردش بعيد عن مؤسسات الدولة. الدولة شايفة بنفسها ازاي ان انا بروح لقرية بالكامل. ايوه. 5 كيلو متر خط رئيسي 4 بوصة أعمله وأعمل وصلات فرعية للبيوت جوه القرية، قرية بالكامل محرومة من مية نظيفة، من مية تشربها عشان يستمتعوا بالصحة. عايز أقول للمشاهد، إحنا بما يرضي الله شغالين في شغلنا الأساسي المية. تمام. إحنا شغلنا الأساسي في سقيا الماء أمري، الأمر الأول المية اللي ربنا جعلها السبب الأساسي للحياة، أصل الحكاية سقيا الماء. سقيا الماء، وربنا ما يحرمنا أبدا من مية نهر النيل، اللهم آمين، ويبارك لنا فيه يا رب. فناخد النشاط الأساسي بتاعنا شقين، الشق الأول مية وإحنا مش قاعدين فيه خالص، إحنا شغالين فيه بسرعة الصاروخ، عندنا مفاجآت وتقارير هنزحها والافتتاحات اللي إحنا بنحكي عنها دي الفترة القادمة. الحاجة التانية البيوت، أسقف المنازل، تجهيز البيوت، وانت حضرتك رحت معانا وانا اللي رحت معاك وشفت بعينك 60 بيت نجا في أسوان، واخد بالك نجا العرب في أسوان. فشفت لما كنا احنا كنا رايحين الستين بيت نعمل لهم عشان نعمل أسقف فقط، وكنا متفقين على مزبوط. ده وقعدنا مع بعض قبل وقلنا نروح نصور نعمل له سقف، لما رحنا لقينا ايه؟ لقينا الدنيا تحتاج ازاله وبيوت من جديد ونبني البيت من جديد. قلنا لا والله ما يحصل ان احنا نحط اسقف لبيوت تعبانه اصلا، احنا هنبني البيوت دي من جديد. وبدانا نشتغل في سقيا الماء على الموضوع ده، وحمله بقى ايواء واهالينا والدعم كله بقى. ويشاء ربك ان الدوله بالكامل تعمل حمله بنفس الاسم اللي احنا شغالين فيه من شهور. خد ده انا والله انا فرحت، يعني تخيل انت لما مجلس الوزراء والدوله تعلن حمله اهالينا وكان لنا المبادره والصفق وحاجه جيده كلنا ايد واحده، اللهم لك الحمد، ده توفيق من الله سبحانه وتعالى. خليني اقول برضو على الهوى
السيدة ميرفت عبده هي صاحبة الاختيار في الاسم ده، وبعدين يجي قدر ربنا يحصل بقى مشاكل، سواء مشاكل فيروس كورونا أو سواء السيول اللي نزلت بالضبط. موقفين طريقين تماما، وخلى الحمل المادي عليك شديد جدا. عشان كده أنا بخاطب المشاهد رأسا كده بقول له أقسم بالله الحمل زاد علينا أضعاف مضاعفة. لو أنا كان مطلوب مني 100,000 جنيه أصبح مطلوب مني مبالغ خيالية أنت ما تتخيلهاش ودماغك ما يحجمهاش. تمام. ليه؟ لأنه الضغط زاد عليك، فأصبحت أنت بتعمل نفس مشاريعك سواء في ابن مسجد أو سواء في سقيا الماء، بالإضافة أن بقى مفروض عليك لأنك شايف بعينك حال الناس، وضع جديد محتاج دعم أقوى. فبدأنا نفتكر بقى حديث سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم صل عليه، اللي بيعلمنا اتقوا النار ولو بشق تمرة. دخولك الجنة سهل جدا، شوف لما يكون تمن دخولك الجنة نص تمرة. عبرت أنا مع الشيخ عزت أنت بالمشهد في التقرير بمعنى عميق. هو أنت لما تتخيل أن رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام جاي يقول لك اوعى تعيش لنفسك، اوعى المال اللي ربنا ادهولك ده تخليه عندك دون أن تعطيه للمحتاج في وقت الحاجة، وجينا الدولة بالكامل من أول رئيس الدولة إلى الناس العاديين اللي بيسمعونا دلوقتي كله قال لك إحنا في وقت ما فيش حد بيبص فيه على نفسه، مفاهيم الناس اتغيرت. الفيروس ده هيغير وجه العالم السنة اللي جاية واللي بعديها. مظبوط، وده تم بالفعل. الدول اللي فوق خالص هنشوف بكرة شكلها ايه. احنا خلينا برضو اوجه تحية واحترام ودعاء، والمشاهد يأمن على الدعاء ده، الجيش الابيض. الناس دي، الناس دي الله يبارك لهم. الناس دي بيطلعوا كل يوم الصبح يا عم هاني وهم شايلين أرواحهم على كفوفهم علشان يقفوا جنب واحد مريض ما يعرفوهوش. الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات والفنيين والفنيات، كل العمل، كل الفريق ده يخليني ويخلي حضرتك نحترم الناس دي زيادة وأكتر وأكتر، وربنا سبحانه وتعالى يجعل عملهم ده إحنا ما نعرفش نكافئهم عليه. الله فقط هو اللي يكافئ الناس دي على المجهود اللي بيعملوه. اتفق معاك تماما يا دكتور. علشان كده كمان انا هطرح الموضوع ده وانا هقوله لحضرتك على الهوا. اتفضل يا فندم. احنا لابد ان احنا في سقيا الماء يكون لنا دور في حته الاطباء بالتحديد، لازم يكون لنا دور في الموضوع ده. هنكون مع بعض الطلاب اللي ناويين يدخلوا كليات طب، لازم نهتم بيهم والمشاهد يقف معانا في الموضوع ده علشان نتولى بعض أولادنا اللي فقراء ماديا بس أذكياء وأغنياء عقليا ونسبة الذكاء عندهم عالية جدا. فهنشوف الموضوع ده إن شاء الله مع السيدة ميرفت عبده ومع مجلس إدارة سقيا الماء، ونشوف هنقدر نعمل فيه إيه. وإحنا بنصور في أسيوط مع الأطفال أسرة كانت 9، زوج وزوجة و9 وكلهم يعني من أول 3 سنين لغاية 12 سنة. سقيا الماء بتروح لهم وبنقدم انواع الدعم للمنوطين، وبقول لهم انت نفسك في ايه؟ احنا احلام مواطن وسقيا الماء بسالهم. تقول لي انا نفسي اتعلم، نفسي اطلع دكتوره، نفسي كذا. كلامك وداني للحته. ما هو لازم. طب ما انت بتعده، ما انت بتجهز الناشئ. ما هو ده اللي احنا بنشتغل عليه. الدعم ده والبيئه الحلوه اللي بيعيش فيها دي من خلالنا، ده اللي احنا بنشتغل عليه. يعمل كده. لانه اجيالنا اللي جايه، اولادنا واولاد اولادنا، لازم نحترمهم، لانه في ظل الظروف اللي احنا فيها عرفنا يعني ايه منظومه طبيه. شفنا قد ايه الاتحاد الاوروبي واللي حصل فيه، وكل المشاهدين عارفين السطو على المنتجات الطبيه اللي كانت بتروح لدول محتاجاها، والدول التانية مجرد ان تعدي من عليها تقوم تاخدها وتخطفها علشان تحطها عندها. شفنا الحاجات دي بعينينا. استمرار المجهود والدعم والمتنوع زي ما حضرتك بتقول كده من خلال سقيا الماء. اعتقد داخلين اسبوع على رمضان، وبقى يعني رمضان حدث ولا حرج، وكمان جاي في ظروف صعبه قوي. صعب قوي. الدكتور احمد صبري شايفها ازاي مع الناس ومع المؤسسة عشان يبقى فعلا ربنا خلى الـ30 يوم دول فيهم الفارق الحقيقي الأقوى بالمقارنة بكل الفترة اللي فاتت؟ أكيد، لأنه احنا داخلين على أيام طيبة، وإن كانت القلوب حزينة جدا على إن المساجد مغلقة وإنه موائد الرحمن، بس عندنا البديل يا سيدي. عندنا البديل. إيه هو دكتور؟ البديل إن احنا هنوزع على الناس دي الحاجة لحد بيته، مش هنستناه يجي. خد نفس ثواب المائدة اللي كان بيعملها. طبعا طبعا،
واحنا بالعكس ده الثواب دلوقتي، لانه احنا مش عايزين اجتماع خالص. يعني حضرتك انت كنت معاك طبيب من شويه كان بيقول التباعد الجسدي، مش عايزين الناس يقعدوا، لانه الموائد لو انت شفت الموائد اهم ما يميز الشخص. عجبني لما قال تباعد جسدي وليس تباعد اجتماعي، لان انت دلوقتي وانت ده اللم الاجتماعي اللي حضرتك بتقوله. الاجتماعي انه ما حدش يدعي بحد، لا ده احنا بالعكس، ده احنا في فيروس كورونا احنا ظهر المعدن الاصيل بتاعنا اللي كان بيدفع 1000 بقى بيدفع 10 دلوقتي يا سيدي، وربنا يبارك له ويخلف عليه ويزيده من فضله. وفعلا المعدن الأصيل للشعب المحترم المؤدب اللي بيخاف من ربنا ظهر دلوقتي. الظروف اللي احنا فيها تبين المعدن ده، ولذلك احنا داخلين على الموائد. لا استبدلنا موضوع الموائد، مش هنعمل موائد ليه؟ عشان حفاظا عليا وعلى حضرتك وعلى الـ 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 الناس اللي بيجوا المائدة. فهنديله الحاجة دي ونقول له معلش انت اطبخها عندك، واحنا عندنا الكرتونه اللي انت حريص بمحتوياتك وانت حريص ان انت نعرفها، وانا عارف ان انت بتبقى قاصد المشهد دوت عشان تشوف ان الحاجات البسيطه اللي شايفينها دي يتقام عليها اكل وشرب اسره. صحيح. فالحاجات دي الكرتونه بتكلف 200 جنيه من غير ما نحط فيها لحمه بلدي. احنا بنوزعش لحمه مجمده على فكره، يعني المشاهد يعرف كده. اللحمه اللي انت بتاكلها هو اللي احنا بنديها للفقير. لو احنا حطينا معاها لحمه الكرتونه بتكلفنا 300 جنيه، يعني كيلو اللحمه بيبقى بيكلف 100 جنيه. من غير ما نوزع مع الكراتين لحم بتكلف 200 جنيه الكرتونه علشان توصل بالصوره اللي احنا شفناها دي. انا محتاج من اخواننا المشاهدين دلوقتي، لانه احنا قلنا احنا عاملين 20,000 وكنا يوم الفرح ده مع بعض. وحضرتك حسيت بالفرحه قد ايه وكان معانا ناس ولسه هنزيد تاني كمان في المحافظات الاسابيع الجايه. بس احنا قلنا احنا لنا تارجت هنوصل له. احنا عايزين نوصل ل 50,000 كرتونه. البداية بس كانت 20,000، دول اللي احنا عملناهم من العشر ايام اللي فاتوا. محتاجين دلوقتي بقى اعمل 20,000 التانيين، وفاضل اسبوع على رمضان. وفاضل اسبوع على رمضان محتاج بما يرضي الله ال 50,000 شوية. لا انا محتاج اعمل بما يرضي الله، محتاج اعمل 80,000، بس مش عايز ابقى يعني لود على المشاهد، مش عايز ابقى. احكي لك حاجة، اول امبارح كنا في اسيوط في ضيافة المحافظ وتقارير مهمة جدا ولقاءات حصرية هنزحها مع بعض. داخل البيت كل بيت بنديله مثلا كرتونه او اتنين على حسب انا ده حصل معايا. انا ببقى داخل ناوي اودي الكرتونه او الاتنين، اشوف زي اللي بحكي لك عليه 9 عيال ده 9 ولاد، اخش طب ده هديله اتنين ازاي؟ اقوم قايل تعالى ياخد 4. والله العظيم صحيح. ما هو 9 احنا دخلنا واتنين يبقى 11. احنا دخلنا رئيس عليا ليه بقول لك الكلمه دي؟ عشان صحيح. كلمه الرقم اللي حضرتك بتقول صحيح. احنا دخلنا فعلا شارع من الشوارع، الناس ظروفهم كده يعني، استحينا وكان الشيخ عزت معانا بالظبط، استحينا ان احنا نوزع كرتونه. قال ما ينفعش بقى، ده حاجه يعني في اللي احنا شايفينه ده ما ينفعش. فانت بتشوف بعينك وبتقيم الموقف قدامك وانت واقف. فبقول ان احنا داخلين على انا عايز اعمل دلوقتي، المفروض ان انا من النهارده لحد يوم 1 رمضان اكون عملت 20,000 كرتونه. خليني اكلمك في كرتونه ب 200 جنيه مش ب 300. خليني دلوقتي اكلمك مع ان انا من بدايه 1 رمضان خلي بالك ان انا محتاج يوميا، محتاج ابعت للناس دي اللحوم دي يوميا يوميا، محتاج ان انا ابعت الحاجه دي. بس خليني اكلمك في 20,000 كرتونه. شوف بقى 20,000 كرتونه في 200 جنيه الكرتونه الواحده، وانت بقى مش متارجت ان انت لازم انت اللي تدفع ال 200 للي عاوز يتواصل مع المؤسسه او يتبرع. انت جاي ايه قدراتك؟ انا عايز دلوقتي اخواننا اللي عايز يشيل 10 كراتين ما ما ما, ما يستبعدش ابدا. الارقام اللي موجوده دي واحنا بس بنقول دايما الحسابات موجوده. انا عايز اقول بس انه التواصل على الرقم بالنسبه للمشاهد يكون افضل. انا مش عايزه يروح مكتب البريد، مش عايزه يروح البنك علشان الزحام والبتاع، وانا خايف عليه. كلام محترم. المندوب هيجيلك وهيجيلك معقمينه قبل ما يخرج، بنعقمه والله يوميا، بنعقم المندوب قبل ما يخرج، لابس جوانتياته، لابس الماسكات بتاعته، ما تخافش وانت في بيتك معزز مكرم، اتصل علينا المندوب هيوصلك لحد باب البيت. عاوزك يا دكتور احمد في الجزء المتبقي من الحلقه، عشان برضو مش عاوز الناس تبقى يعني، انت كده كده قلت في بدايه الكلام مكملين موضوع الميه وموضوع اهالينا وموضوع الاعمار والمباني والاسقف وكمان الكراتين رمضان وكل الدعم اللي احنا لامسينه على الواقع. حضرتك النهارده اتكلم الناس كده كلام يطمن قلبهم، لان بعتولي احنا بنرتاح مع كلام سياده الدكتور احمد صبري والشيخ احمد علوان وضيوفك، محتاجين كلام كده يبقى بيطمنهم في الازمه دي، خصوصا ليه علاقه بالقرب من ربنا، بالتواصل، بالخير، بالصدقات. كاميرا معاك، كلم الناس من قلبك في الجزئيه دي، عشان عاوز انا اختم معاهم النهارده سبت اخر بقى برنامج هوا. هم بالنسبه لهم طول النهار بيسمعوا اخبار، عفوا يعني ربما اكون محبطه شويه، والنهارده اكبر عدد في عاوز
كلام المولى بقى عز وجل والعباده بقى وسيدنا النبي من حضرتك كده، كلمهم كيفما تشاء، لان والله بعت لي وانا بكلمك دلوقتي محتاجين الجرعه دي. وكمان بيقولوا لي يا ريت يبقى دعاء رفع البلاء والشيخ احمد يامن معانا كده في اخر الحلقه. حاضر. بص يا سيدي، اولا احنا في ايام حلوه قوي. شهر شعبان ده بترفع فيه الاعمال الى الله سبحانه وتعالى، وربنا ده الرحيم الرحمن العظيم. انا عايز اقول انه مهما كان احنا قاعدين في بيوتنا، انا عايز اقول للمشاهد تخيل انه لا قدر الله، لا قدر الله، بس انا بقول بس عشان احنا نفهم الموضوع، تخيل لا قدر الله لو فيروس كورونا ده في البيوت واتحكم علينا نسيب بيوتنا ونطلع في الشوارع، شكل حياتنا هيبقى ايه؟ تخيل دي. العالم مش قادر يستوعبها. شفت انت احنا في كم نعم عظيمه جدا. الابتلاء ده بس ايه؟ علشان لعلهم يتضرعون، عشان احنا نرجع نتضرع الى الله سبحانه وتعالى، عشان انا وانت. في ناس بدات بالحماس ده ومع الوقت شويه. لا لا خالص، بالعكس. تعتقد ده لما الموضوع زاد عشان نشوف مين اللي هيثبت على الحق. هو بيحب كده. طبعا ده ربنا. صحيح. وبعدين كل اللي احنا فيه ده ليه؟ حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا. صدقوا. خلي في عندك صدق، اوعى تمل ابدا، وخلي عندك يقين ان البلاء اللي احنا فيه لابد ان يرفع. ربنا ارحم بينا من انفسنا، ارحم بينا من امهاتنا، بس نرجع دلوقتي ليرى الله عز وجل منا خيرا في قلوبنا وفي اقوالنا وفي افعالنا. دايما رفع البلاء مشروط يا دكتور. صحيح. مش كده برضه؟ ومن مسببات رفع البلاء الاحسان الى بعضنا البعض. ايوه. لما نحسن الى بعضنا البعض، لما نخاف على بعضنا البعض، لما نتقي الله في بعضنا البعض، لما القوي يمد ايده للضعيف ويقول له انا في ظهرك، انا جنبك، لما الغني يقول انا مش هعمل ايه بفلوسي؟ يا عم انت صاحب تجاره، التجاره دي لو الفيروس ده لا قدر الله انتشر زياده عن كده، هتبيع لمين؟ ومين هيشتري منك؟ وهتكسب من مين؟ فاصلا لما بنيجي نتكلم مع الاغنياء، ما هو ربنا جعل المنظومه الاقتصاديه دي تمشي بالطريقه دي ليه؟ لمصلحه مين على فكره؟ ان انا اطلع زكاه مالي، لمصلحه مين ان انا اطلع صدقاتي؟ لمصلحتي انا الغني. عارف ليه؟ لانه لما الغني يطلع فلوسه مش هيبقى فيه ركود في البلد، هيبقى فيه حركه، هيبقى فيه بيع وشراء. فانت عندك مصنع بتصنع اكل، بتصنع لبس، بتصنع شرب، انت كسبت. ولذلك تحيه لمجموعه هشام طلعت. تحيه. انا قلتها في الانترو بتاعي. تحيه. 63 مليون. لان احنا شغالين في الليله دي ففاهمين الامر ده هيرجع في النهايه ده لصالح مين؟ لصالح الشركات دي برضه. لما الغني يدي للفقير، الفقير هياخد الفلوس دي هيعمل بيها ايه؟ نقص مال من صدقه. لا، وكمان الفقير هياخد الفلوس هيعمل بيها ايه؟ هيحطها تحت المخده؟ لا طبعا. ما هيدفع بيها، يشتري بيها ياكل، هيشتري بيها ياكل، هيشتري يلبس، هيشتري يشرب. اذا يبقى حركه ايه؟ يبقى لمصلحه مين يا سيدي؟ شفت بقى حكمه ربنا في الحته اللي احنا فيها دي؟ الابتلاء اللي موجود ده تمحيص، تحقيق، عشان ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا المساجد في رمضان بتبقى مليانه، وبتقعدوا تبكوا وتصلوا تراويح وتصلوا قيام، طب ما تنوروا بيوتكم بصلاتكم في البيت. طب ما توروني هتعملوا ايه في المطب ده؟ العباده دي انا مش عايزها اصلا، انتوا اللي محتاجينها. الله طبعا كلنا اللي محتاجين لربنا. احنا اللي محتاجين، مش الله غني. لو العالم ده كله يا عم هاني، العالم كله وقف وعصى ربنا في وقت واحد. كل العالم. ولا حاجه، ولا جناح بعوضه. ولا خالص. ولا هيضر ربنا في حاجه. طب لو العالم كله بقى ما فيش لا ملحدين، ولا كل العالم بقى موحد لله. وكلنا طلعنا في صعيد واحد نبكي ونقول لربنا احنا تبنا وطائعين، هينفع ربنا ده في حاجه؟ ابدا. انت المستفيد. والله، وانت اللي محتاج دايما، وانت اللي محتاج له دايما. طيب احنا دايما وقتنا معاك بيبقى بيجري بسرعه يا شيخ احمد، ولكن يعني خدوا بالكم يا جماعه، كلام الدكتور احمد صبري مهم جدا. في البيت مفيش صلاه في المساجد. يا ترى وانت قاعد في البيت في رمضان هنقضيها مسلسلات ولا هنصلي التراويح والقيام؟ اهو اختبار حقيقي وطولت لغايه رمضان. هنعمل ايه؟ عاوز دعاء منك اختم بيه عشان وقتنا، من قلبك كده والناس معانا نطمن قلبهم كده، واحنا بنسال ربنا في اخر لحظات للبرنامج في اخر سبت كمان قبل رمضان، من الدكتور احمد صبري. اللهم لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال.
اللهم صل على سيدنا محمد الشفيع النذير، صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين، صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم اجعلنا في ضمانك وأمانك وإحسانك، اللهم امسح بيمينك الشافية، اللهم أنزل الشفاء والعافية، اللهم ارفع الوباء وادفع البلاء، واحفظ بلادنا من الوباء، واحفظ بلادنا من الغلاء، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم استجب وتقبل واعفو واصفح واغفر وارحم واستر واجبر. اللهم من مات في هذا البلاء اكتبه من الشهداء، اللهم من مات في هذا البلاء فاكتبه من الشهداء، ومن أصيب بهذا الوباء فاصرفه عنه وأنزل له كامل الشفاء برحمتك يا كريم، إنك على كل شيء قدير. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أمين يا رب. يا رب ينفع بدعاء الدكتور أحمد صبري، ويكون بإذن الله بداية لرفع البلاء، وننام النهاردة مطمنين. وانتوا شفتوا معايا النهاردة الجزء الثاني من حلقتنا. بشكر جدا في نهاية حلقتي الدكتور أحمد صبري أحد علماء الأزهر الشريف. بشكرك يا دكتور، ربنا يعزك ويحفظك. مكملين في الخير إن شاء الله، مكملين دايما معنا مفاجآت وخير للناس إن شاء الله. إن شاء الله. أسيوط يوم الأربعاء لقاءات حصرية لأحلام مواطن مع محافظ أسيوط، ومفاجآت من خلال سقيا الماء والسيدة ميرفت عبدو، هنعلنها في حلقة يوم الأربعاء الساعة 6 مساء. أدعوكم للمتابعة، لأن أهل أسيوط مع البرنامج والمؤسسة هيشوفوا مفاجآت. بقولها لكم قبلها بكام يوم اهو، عشان دايما ناكد رساله هذا البرنامج وهذه المؤسسه. تقبلوا تحياتي، هاني عبد الرحيم. تصبحوا على خير، يا رب الخير كل الخير للمصريين.